مدينة خميسمليانة بولاية عين الدفلة تشهد بذات المناسبة تدشين متحف المدينة الذي حمل اسم الشهيد سي محمد بوغارة، الذي احتضنت جنباته معرضا للكتب وللرموز التاريخية، وبه وزعت 4 بطاقات فنان. كانت مظاهرات وانتفاضة جزائرية رافضة للعدوان ورافضة للاستعمار الفرنسي المتواجد بالجزائر. الاحداث اثبت انه يريد الاستقلال تاعو وإخراج المستعمر الفرنسي الذي دام قرن و30 سنة من الجزائر. احنا دائما هذا الاحتفال والحفاظ على الذاكرة الوطنية والحفاظ على التاريخ الوطن واجب من واجباتنا، واجب الشعب الجزائري، واجب السلطات الجزائرية، باش نخلوها التاريخ ونخلوها دائما عبرة للأجيال القادمة، وتبقى الجزائر دائما إن شاء الله في الرقي وفي الأماكن العالية إن شاء الله. إذن هي ذكرى شعب خرج تلبية لنداء جبهة التحرير، رافعا شعارات الحرية، راسما ملحمة شعب حر أراد الحياة.